بينما يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية ضد السجان الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته بحقهم، نظم مجلس المرأة بحركة فتح في محافظة رفح وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم. اليوم الوقفة خاصة بانتفاضة الأسرى، بمعركة الأسرى الذين يحضرون لها أسرانا البواسل للتصدي لعنجهية وإجرام السجان. الآن أسرانا البواسل هم في خضم دخول معركة شرسة وضارية ضد السجان وإجراءاته القمعية. اليوم وقفتنا لخليل العواود الذي فقد الكثير من وزنه، ونطالب جميع المؤسسات الحقوقية والميزان وكل من له ضمير حي أن يقف مع هؤلاء الأسرى الذين يعانون من الانتهاكات وقلة العلاج والأسر الانفرادي والزنازين، ونطالب بالحرية الكاملة لجميع الأسرى. بنطالب وزارة الأسرى والمحررين، بنطالب المؤسسات الدولية، حقوق الإنسان ينظروا لهذا الأسير بعين الاعتبار. الأخ الحمايدة مريض بسرطان، يعني فيش ضل منه يعني منه أمل. طب وإهمال طبي مش طبيعي عشانه، والطفل الصغير الطفل الشبل أحمد المناصرة، ليش هذا الواد صار عنده حالة نفسية؟ بطل يعرف أهله، فقد الذاكرة.